وتوالي سنوات الجفاف أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية بمنطقة الغردان، غير أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت حقينة سد أولوز الذي يعد المصدر الرئيسي الأساسي لسقي الحقول الزراعية بالمنطقة، ما أعاد الأمل للمزارعين في تحقيق موسم فلاحي جيد. ريبورتاج يونس سلام الدين وتحرير سعيد أجنة. التساقطات المطرية الأخيرة كان لها تأثير كبير على معدل ملء سد أولوز، حيث سجل زيادة في مخزونه بما يقارب 11 مليون متر مكعب، ما سيعود بالنفع على جميع مزارعي المنطقة. خلال الفترة ما بين 6 و 8 شتنبر الحالي، عرفت عالية سوس تساقطات مهمة أدت إلى موارد مائية حوالي 6 مليون متر مكعب. هذه الموارد نتج عنها ارتفاع حقينة سد أولوز ب 13%. فلاحو المنطقة استقبلوا هذه الأمطار الأخيرة بارتياح كبير بعد سنوات من الجفاف، ما أثر على المحاصيل الزراعية بشكل كبير، والأمل الآن معقود على إنقاذ موسمهم الزراعي. من اللي طاحت هاد شويه ديال الشتاء من الفوق، راه زاد شويه ديال الماء في البراج، ودروك راه تنفعوا الفلاحة شويه. الله يجعل البركة والله يجيب إن شاء الله الرحمة. راه الجفاف راه قتل عباد الله. وعلى إثر التساقطات المطريه الاخيره اللي كاينه في الجنوب الشرقي وفي هذه الجبال ديال تارودانت، الحمد لله الفلاحه كيستبشروا خير وكيطالبوا باش تعطاهم واحد الحصه باش على الاقل يحافظوا على ما يمكن انقاذه من هاد من هاد من هاد الاشجار المثمره اللي كاينه في الحوض ديال القردان. السد يمكن من سقي 10,000 هكتار من ضيعات الحوامض لفائده 700 فلاح، الا ان مع توالي سنوات الجفاف توقف السد عن تزويد الفلاحين بمياه السقي.